مساء الخيرات، مساء البركات، مساء الجمال على كل مشاهدين قناة الطريق في كل مكان في برنامجنا يا رب ارحم كده دايسون. اهلا وسهلا بكم، يا رب يا رب دايما تكونوا بخير وبصحة وبسعادة وفي اجمل واحسن حال يا رب. انا عايزة اطمن عليكم وعايزة اطمن على كل احبائنا واصحابنا في كل مكان. يوم ورا يوم بنسمع اخبار تزعجنا تحزننا، ان ممكن يكون اقرب الناس لينا اصابوا فيروس كورونا وتعبوا ومروا بألم شديد، لكن انا واثقه ان ايد ربنا قديره وتقدر ان هي تكون بتلمس وبتشفي كل حد من احبائنا غاليين علينا قوي اللي اصابتهم فيروس كورونا. مع الأوضاع الصعبة اللي احنا بنمر بيها يوم ورا يوم والظروف الصعبة ومشاكل الناس والتحدي اللي احنا عايشين فيه دلوقتي، ان شوية نكون في تحدي في صلاة كبير قوي في الوقت اللي جاي علشان ربنا يكون بيعمل معجزة وبيعدي الأيام دي بخير. لكن في ظل هذه الأحداث والظروف الصعبة دايما بنخاف وخايفين طول الوقت، وإحنا بشر ولازم نكون بنخاف. لكن أنا عايزة أقول لكم النهاردة، حتى لو خفنا نرجع على طول باك لسلامنا الحقيقي. ناس تقول لازم نكون بنخاف، احنا بشر بنخاف وبنتعب وبنتأثر بكل العوامل والظروف اللي حوالينا، وانا معاكم 1000000%. لكن طول ما احنا مع القدير ومع رب المجد يسوع المسيح، استحالة ما ينفعش كمان نكون بنخاف. لا تخاف، لا تتلفت، ان انا رب الهك، رب قال كده. يمكن ناس كثيره قوي خايفين من الظروف، خايفين من اللي بيحصل، خايفين من اصابتنا بكورونا، خايفين ناس خايفه من اللي هي تفقد اشغالها، ناس خايفه تفقد احباء ليها،
سواء من الأحباء الأصحاب والأصدقاء، سواء من القرايب، ناس مرعوبة، ناس خايفة. حقيقي كل يوم بسمع رسائل بتجيلي على الخاص، صلي من أجلنا عشان احنا خايفين، لأن أصحابنا أصدقائنا جالهم فيروس كورونا، فاحنا خايفين مرعوبين، قاعدين في البيت وخايفين إيه اللي هيحصل من بكرة، خايفين طول الوقت، خايفين خايفين خايفين. لكن لو احنا حسبناها كده، عندنا إيمان وثقة إن يوجد البديل مع الخوف اللي احنا عايشين فيه، إنك لو تركت شغلك ربنا محضر لك حاجة أحلى، لو تركت أصحابك في الوقت اللي جاي بسبب الفيروس أو بعدت عندهم، ده الخير والأحسن والأفضل ولصحتك. دايما يكون عندنا البديل ان كل الاشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. في وسط الخوف والرعب والقلق اللي احنا فيه من ناس كثيرة قوي حوالينا، ودي حقيقة واحنا عايشينها الوقت ده بالذات، وانا مضحكش عليكم، انا كمان اوقات بيصيبني الخوف، دي حقيقة عايشين فيها، لكن دايما براجع نفسي على طول وبصحى كده وبفوق نفسي، اخاف من ايه؟ طول ما الرب معانا فمن علينا. طول ما يسوع واقف جنبينا وماسك بايدينا، مين هيكون علينا؟ مع الظروف ديت يوم ليك ويوم عليك، ومع اصحابنا واصدقائنا يوم ليك ويوم عليك، وأشغالنا وحياتنا الاجتماعية والعملية، كل دوت يوم لينا ويوم علينا. فأنت تفرح بالرب لأن الرب معك على طول، مش زي العالم يوم ليك ويوم عليك. إنك أنت ابنه أو بنته أو إحنا كلنا ولاده اللي متمسك بيهم لآخر يوم في عمرنا. استحالة رب يكون بيعاملنا نفس المعاملة اللي احنا بنعملها له، استحالة ربنا يكون بيحطنا في مواقف صعبة أو محزنة، استحالة اللي هو يكون بيحطنا على طول، لكن بيقول كده أدبا أؤدبك وإلى الموت لم أسلمك. في أدب تأديب، لكن بيجي لحد معين وبيقول يقف هذا الحد عشان ترجع مرة تاني ليه. ولو حتى في تجربة صعبة، ناس بيحسبوها أوقات من إبليس، وناس بيحسبوها ليه يا رب عملت معانا كده، ليه بتسمح لكده. دايما الرب بيحب يكون بيأدب ولاده، لكن مش التأديب اللي هو لغاية الموت، لا، هو بس بيحاول يكون بيقول لنا اصحوا فوقوا انتبهوا. لازم نكون طول الوقت مع الرب في خلوتنا، في حياتنا الاجتماعية العملية، ونخرج في خروجنا ودخلنا مع أحبائنا مع أصحابنا، لاسيما الوقت ده بالذات، إن دايما في احنا لسه جات لنا رسالة من شوية، أرجوكم، رسالة هنا في كاليفورنيا من الستيت بتقول ما تخرجوش لغاية 22 ديسمبر 22، ما تخرجوش until December 22. يمكن الوقت اللي جاي دوت هيبقى صعب، هيبقى في أزمة كبيرة، يمكن هم خايفين كمان لأن الجو ابتدى يبرد جامد دلوقتي والفيروس بينتشر أكتر في الجو البرد، فإحنا نمشي مع القوانين ونمشي مع القواعد، وأكيد الرب هيكون بيحافظ علينا مش هيسيبنا، لكن ما نروحش التهلكة ونرمي نفسنا في النار ونقول ربنا هيكون بيدافع عننا وبيقومنا من النار دي. لا تجرب الرب إلهك. عشان كده أرجوكم أرجوكم في الوقت اللي جاي دوت نلتزم جدا بقعدنا في البيت، معلش ناس حابة تكون بتنزل لأكل عيشها
وشغلها. احنا عارفين الكلام ده كويس، وكل واحد طبعا عايز يكون بيعيش لكن على قدر المستطاع، على قد ما تقدر تكون بتحاول تكون بتقعد تقعد في البيت وتقعد ولادك او whatever اسرتك اللي موجودة معاك في البيت. اتمنى اتمنى من رب المجد انه يكون بيحافظ علينا اكتر واكتر في الوقت الجاي. ودايما صلاتنا قدام الرب، يا رب من فضلك انت تقدر تحافظ علينا من كل خطر وشبه خطر. في بعض الرسائل جات لنا هنكون بنصلي من اجلهم، هقولها لكم بعد شويه. في بعض الرسائل بالحالات اللي جات لنا احنا مش عارفين شويه نتحرك دلوقتي لانه ابتدوا يقفلوا الدنيا تاني، وانا سمعت كمان ابتدوا يقفلوها في مصر الدنيا تاني، الشوارع والدنيا. فاتمنى اتمنى في البرنامج يا رب ارحم، البرنامج مفتوح دلوقتي عن الهوا، لو عندك مشكلة، لو عندك لو حالتك صعبة، لو عندك تلبس صلاة، من فضلك ما تترددش بانك تكون بتتصل بينا على الارقام اللي موجودة معانا على الشاشة دلوقتي قدامك حالا على الشاشة، سواء على الواتساب سواء على الفايبر، كله متاح اللي احنا نكون على اتصال متواصل معاك دايما، وهنكون بنصلي من اجلك. وحيثما اجتمع اثنين او ثلاثه باسمي فهناك اكون في الوسط، احنا مع بعضنا كلنا. يمكن انتوا شايفيني بس انا مش شايفاكم، ودي اكيد ودي حقيقه، يعني انا مش شايفاكم لكن انا حاسه بيكم، حاسه ان في ناس كثيره قوي موجوعه. لكن الوجع سبب ايه او فين فممكن تكونوا بتقولوه معانا على الشاشه وهنكون بنصلي مع بعض. بنفرح لفرح بعضينا وبنتألم لآلام بعضينا، واوقات كثيره قوي بنسأل نفسنا لغايه فين هيحصل ده فينا، لغايه فين. وممكن نكون بنقعد سنين وسنين، أيام بتعدي وشهور بتعدي وسنين بتعدي والسنين دي ونفس المشاكل أو نفس الحاجة إحنا موجودين فيها، وبنسأل دايما ربنا لغاية فين. لغاية فين ممكن تكون في حرب عليك، لكن احنا واثقين ان دايما ربنا بيجي في الهزيع الرابع. حتى لو الهزيع دوت فضل سنين وسنين، هيجي الوقت والحرب هتنتهي زي ما الرب كده وعد وبيقول ادافع عنكم وانتم تصمتون. ادافع عنكم يعني انتم ما عليكم انك تكونوا صامتين تماما، تصمتوا والرب اللي هو اللي هيكون بيدافع. يبقى خوفنا وقلقنا وتساؤلاتنا قدام الرب بسبب الظروف الصعبة أو الحروب اللي ممكن تكون علينا، بنتساءل كتير لغاية إمتى. في وقته كل حاجة ليها وقت، والحرب دي هتنتهي لأن الحرب للرب، الحرب للرب. تعالوا كده نروح في سفر أشعياء الإصحاح رقم 41 من عدد من عدد 10، بيقول كده: لا تخف لاني معك، لا تتلفت لاني الهك، قد ايدتك وعنتك وعضدتك، الرب معك فلا تخف. لا تخف ولا تتلفت لاني أنا الرب إله. وعد ربنا لينا النهاردة اللي احنا ما نخافش، وعد ربنا لينا بأنك تكون بتتمسك بكلمته، وعد ربنا ليك أنك تكون دايما مثبت أنظارك عليه، نظرك ما يروحش ولا من بعيد ولا من قريب، وما تفكرش كتير وسلمها للرب، لأن الرب ليه كل المجد، هو اللي يقدر يكون بيحامي عنك.
دايما في برنامجنا يا رب ارحم. زي ما حضراتكم عارفين كده في كل مرة ممكن يكون معانا حالة أو معانا سواء حالة موجودة على الهوا معانا أو متسجلة أو مشاكل متعددة، وفي ناس بتبعت لنا في الحقيقة رسائل. أتمنى اللي عندك مشكلة النهاردة اتصل بينا، نكون بنصلي معاك ونكون بنعرضها معانا في البرنامج. اللي حابب يكون بيتواصل معاك علشان يكون بيساعدك، أمين في الوقت اللي جاي هيكون أفضل وأفضل ليك. فأنت ما تخافش، ما تنزعجش، أنا بتكلم أنت يعني معنا للاثنين، للرجل والمرأة الاثنين، ما تنزعجوش لأن الرب معانا ولم يتركنا أبدا. كلمته كلمته حقيقة في حياتنا. تعالوا مع بعض نطلع بالفاصل اللي جاي، اطمن خايف ليه، وهنكون بنرجع علشان نكمل حلقتنا مع بعضينا، وهعرض عليكم بعض المشاكل أو الرسائل اللي جات لنا وعندهم حالتهم الصعبة، وكمان الرسائل اللي محتاجين نكون بنصلي من أجلهم. ما تنساش كل أرقام التليفونات موجودة عندك على الشاشة، تقدر تكون بتتواصل معنا النهاردة من خلال برنامجنا يا رب ارحم على الهواء مباشرة. هنكون مع بعض وهنصلي من أجل بعض. تعالوا نروح بسرعة للفاصل اللي جاي وأرجع لكم بعد الفاصل.
ورجعنا لكم من جديد بعد الفاصل وبعد ما سمعنا الترنيمة الجميلة اطمن خايف ليه. وانا بقول كده ان المؤمن الحقيقي اللي ليه علاقة حلوة قوي مع ربنا وعايش مع الرب هو اللي بيعيش الكلمات دي، وهو اللي مصدق في الكلمات دي، وهو اللي حقيقي بيقول من قلبه انا هعيش بسلام بدون خوف في الوقت الجاي، وطول عمره عايش بالسلام ده. المؤمن الحقيقي النهاردة، انت مؤمن مصدق في كلمة ربنا، مصدق في وعود ربنا، ولا فيروس ولا مرض ولا وباء ولا اي حاجة، حتى بيقول في الحرب يدافع عنه. ويمكن اتكلمت في الحرب من شوية، اي حرب عليك من ابليس هتنهار في اسم يسوع وهتسقط، وهيجي في يوم وهتسقط، ومش هيبقى فيه اني مور حرب عليك. عشان كده اتمسك بوعد ربنا النهارده، وانا معاكم بتمسك بوعد ربنا النهارده ان الايام اللي جايه هتكون افضل بكتير من الايام اللي عايشين فيها والايام اللي فاتت. طول ما احنا باصين عليه، صدقوني صدقوني، اللي بيعيش فعلا في ظل ربنا، ظل القدير، هيقدر يكون بيعرف قد ايه ان الخوف ملهوش وجود، ملهوش وجود في حياة المؤمن اللي بيحب ربنا قوي واللي قريب من ربنا. فانا عايزاك النهاردة تتشجع، تتشدد بالرب كمان بكلمات الترنيمة اللي احنا سمعناها من شوية. قول له يا رب انا مش عايز اي خوف يسود عليا في الوقت اللي جاي، حتى لو نزلت شغلي انت هتكون معايا، حتى لو نزلت اعمل شوبينج مشتريات انت هتكون معايا، انت حافظني، وانت اللي هتكون بتسيج كده حواليا من كل نيران من ابليس على حياتي. خلي الكلمات دي دايما سايدة على حياتك وقائمة على حياتك، هتلاقي الرب بيجي لأنك مصدق فيه، مصدق فيه. في الحقيقة جات لنا بعض الرسائل عايزة بسرعة أقولها لكم، من أختنا ليليان من سوريا، بتقول كده أختنا ليليان، في الحقيقة هي محتاجة صلاة، بتقول كده أنا ليليان مساء الخير، بدينا صلاة الله يبعد الكورونا عني وعن عائلتي. أنا ليليان من سوريا، أهلا بيكي يا أخت ليليان، بشكرك جدا لمتابعتك معنا دايما في برنامجنا، يا رب ارحم، ودايما يا رب بالبركة والخير. هنكون بنصلي من أجلك، وكمان هنكون بنصلي من أجل كل إخواتنا الأحباء اللي أصابوا كورونا، الرب يكون بيلمس حياتهم وكل أسرة. يا رب يا رب يا رب تكون، يكون الرب كده حافظهم من اي مرض وشبه مرض. يا رب يسوع انا بشكرك من اعماق قلبي يا رب من اجل محبتك يا رب اللي ملهاش حدود، عاليه قوي وكبيره قوي ملهاش حدود يا رب. عشان كده انا بعلي صوتك، صوتي قدامك النهارده يا رب، اقول لك يا رب تعالى انت يا رب، واحفظ كل بيت من اي مرض، اي فيروس، احفظهم لمجد اسمك يا رب، يعلنوا عن اسرتهم وحمايتهم فيك انت وحدك وليس سواك يا رب، منجيهم يا رب، احفظهم يا رب، انت تقدر يا رب تنجيهم من كل خطر وشبه خطر في الوقت الجاي يا رب. انا بحط لك اختي ليليان اللي طلبت كده بصوت عالي، بتقول صلوا من اجلنا عشان فيروس كورونا ما يجيش ناحيتنا. يا رب انا بسلم لك العيله دي كلها بين ايديك، انت تقدر تكون بتحافظ عليهم، تقدر تكون بتمدلهم ايديك الحلوه يا رب، وتحافظ عليهم وتسيجهم يا رب بروحك القدوس. بشكرك بشكرك لانك انت صالح والى الابد رحمتك يا رب. كل حد يا رب، سواء يا رب من الاحبه اللي نعرفهم، سواء من الاحبه يا رب اللي ما نعرفهمش، اي حد اصيب في الوقت اللي فات ده بفيروس كورونا يا رب، ومرض زاد عنده، والظروف اللي حواليه يا رب
مش مساعدية. يمكن المستشفيات رفضوا اللي هم ياخدوه وما سألوش، لكن انت الطبيب الشافي اللي تقدر تروح لهم النهاردة يا رب زيارة خاصة. تروح لهم يا رب وتزورهم وتشفيهم من كل مرض، وسيج انت يا رب من اي سخونية عالية، من اي كحة جديدة يا رب. في ناس كتيرة قوي يصيبوا مش عارفين ولا يتنفسوا ولا عارفين يشموا ولا عارفين يتذوقوا الطعام يا رب. كل الناس دي يا رب بين ايديك تقدر الان تشفيهم يا رب، اشفيهم يا رب. انا بعلن صوتي النهارده، بعلي صوتي بقول لك يا رب من فضلك، من فضلك روح لهم النهارده واشفيهم يا رب. عايزين نطمن يا رب النهارده، عايزين نطمن في كل الاحوال بانك موجود، واحنا مش خايفين عشان انت موجود في وسطينا. اشكرك اشكرك انك انت صالح ودايما عينك علينا من بداية السنة لاخرها، عمرك ما بتتركنا ابدا، بل في كل يوم يا رب بنشوف ايدك الجميلة، ايدك الصالحة، ايدك القوية بتكون محوطانا. بشكرك يا رب، يا رب سلامة يا رب حياتنا واولادنا وعائلاتنا وبيوتنا، واحنا في اشغالنا واحنا في اماكننا واحنا بره واحنا جوه، في كل مكان نتواجد فيه يا رب حماية، حماية من عندك يا قدير. مفيش حد يقدر يعمل او يصنع او يبقى فيه حماية غير من عندك انت. حتى لو العالم بيقول كاس داير ولازم يسيب كل حد، لكن احنا عندنا يسوع الاله الحي يقدر يوقف هذا الفيروس وترجع حياتنا الطبيعية مرة تاني. يا رب من فضلك، من فضلك، من فضلك يا رب اسمع واستجيب. يا سامع صلاة إليك يأتي كل بشر، يا سامع صلاة يا رب من فضلك، حمايتك يا رب على ولادك ليك كل المجد. آمين. أختنا ليليان ما تخافيش، الرب صالح. يمكن الرسالة دي النهاردة موجهة لكل حد خايف وقلقان من اللي بيحصل من العالم، في العالم اللي نقول حسنا اللي هو مظلم وما بقاش في أي فرحة زي زمان ولا أي طعم ولا أي شكل، والعالم بقى مرير. لكن في ظل هذه الأمور ما نخافش، ما نخافش، ما نخافش. حتى لو احنا قلنا بشر ولازم نخاف، ما نخافش، ما نخافش. خلي دايما كلمة ربنا سابقانا، كلمة ربنا محفورة جوانا، هتلاقي نفسك اوتوماتيك مش خايف. سلام الرب الذي يحفظ قلوبنا. وده هنلاقيه في فيليبي، في رسالة فيليبي. هنروح بسرعة كده لرسالة فيليبي إصحاح رقم 4 من عدد 6 بيقول كده: لا تهتموا بشيء. طيب ناخد تليفون قناة الطريق. يا رب ارحم. ألو. سلام المسيح حبيبتي الغالية الجميلة المنورة. حبيبي صدقيني فيكي نور المسيح فعلا. حبيبي قلبي أخت شوشو حسين. أنا وسيلفي بقول لها الله على الجمال يسوع فيها فعلا يا سيلفي صدقيني. حبيبتي ربنا يبارك محبتكم الكبيرة، حماية الدم عليكي يا رب وعلى بيتك وعلى كمان الأسرة وعلى الدكتور جوزيف، ويجيبوا بالسلامة يا رب. كل خادم الرب اللي هو يا رب راح يا رب بإرادته، يكون يا رب ملح ونور للعالم يا رب. يسوع انت عارف كل خدماتي يا رب، واديه يا رب واديه مجدك وصلاحك يا رب، وابعد يا رب كل حاجة. انت بتفتح، انت بتمسح الدموع من العيون فعلا يا ابويا الغالي. اشكرك انك انت بتشفي المنكسرين يا رب يسوع. يا رب. اشكرك على كل الاشياء اللي
اللي انت بتعملها معانا، ونفضلك يا رب انت تكون ثابت فينا يا رب في قلوبنا. تعالى يا رب يسوع على كل نفس تعبان يا رب يسوع، يا باركك يا رب يسوع، يا بارك اسمك القدوس. افتح عيون شعبك يا رب يسوع وحياتك، استخدمنا يا رب لنطلب شعبك المبارك يا رب يسوع. تروح تزور كل ولادك يا رب يسوع، يا رب يوصل كل قلوبنا يا رب بكلمة يا رب يسوع لكل ولادك يا أبويا الغالي. انت تكون يا رب تتعشى مع كل واحد تعبان يا رب يسوع. ادينا نشكرك ونسبح لك يا أبويا الغالي، لأنك انت عارف يا أبويا الغالي مفيش غيرك، انت السهران علينا الليل ونهار يا أبويا الغالي. ادينا يا رب، انت الملجأ يا رب باسمك الغالي يا رب يسوع. انت اللي بتشعر بينا، مين غيرك بيشعر بكل حزين يا رب، كل منكسر يا رب يسوع. الزور يا رب يسوع، انت تزور الدكاتره يا رب، اللي كنت انت سمحت بكده يا رب، لكن انا واثقه فيك انك انت تزور كل بلادك يا رب، وتطهر كل بلادك يا ابويا الغالي. تعالى على كل المنكسرين يا رب يسوع، وكل التعبانه في الكرامة يا رب يسوع. انت تتمجد بكلمه واحده تشفي كل الكون يا ابويا الغالي. انت اولت الموتى، انت ليك القدره في كل شيء. انت الفتية الثلاثة اللي كانوا في اتون النار يا رب، انت ليك القدره، ليك القدره. احنا مستنيين وعدك، انت وعدك صادق وبصدق فيك. ابليس واعوان تحت الاقدام، عطتنا السلطان الندوس الحيات والعقارب وكل قوات العدو يا ابويا الطيب. مستنيين وعدك، تعالى يا رب يسوع بكلمه يسوع، تشفي تشفي اشفي الكون يا ابويا، وحياتك اتمجد في حياتنا وفي قلوبنا. طهر قلوبنا بدل ما نطهر ايدينا وحياتك، وامسح قلوبنا من كل خطيه ومن كل شر، لانك انت خدت كل اوجاعنا يا ابويا. انت القعده معاك بتغير فينا قلوبنا وحياتنا. شكرا ليك على حمايتك الالهيه في قلوبنا. شكرا ليك. شكرا 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 حبيبتي، شكرا شكرا ليك يا اختي جوجو على محبتك، على كل حاجه حلوه، على صلاتك المتميزه جدا 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 وبتدخل القلوب. انت فعلا عايزه اقول لك انت قديسه في الرب، انت قديسه الرب حقيقي. بشوف قلبك الجميل، بشوف نار الروح القدس اللي مشعلله دايما جواكي. صلاتك لكل الاحبه حقيقي حقيقي، انت تستحقي كل حاجه حلوه في كل مكان، انت وكل عيلتك الجميله واسرتك الجميله، سيلفي وأولادكم وأحفادك الحلوين. ودايما يا رب دايما تكونوا بالخير والبركة، وتخلوا بالكم دايما من نفسكم، خلوا بالكم من نفسكم، وأمين الرب صالح يقدر يكون يحافظ عليكم أكثر وأكثر. حبيبتي أختي شوشو قديسة الرب العلي، دايما أنت تستحق هذا اللقب حقيقي. أما أنا فصلا، أنت عايشة بس عشان تكوني بتصلي وبتمجدي اسم الرب. انت عايشة 24 ساعة قدام الرب، حتى النوم ما بتنامي لانك بتحب الرب. الرب يباركك يا اختي شوشو دايما دايما. يا اختي شادية تكوني دايما في الارتفاع يا رب. كنا بنتكلم مع بعضينا في سفر فليبي، رسالة سوري، رسالة فيليب الإصحاح، إصحاح الرابع، رسالة فيليبي إصحاح الرابع من عدد 6 بيقول كده: لا تهتموا بشيء، بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله. خلونا بقى نروح بسرعة في رسالة فيليبي الإصحاح رقم 4 عدد رقم 7 بيقول كده: سلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. وسلام الله، يا سلام يا سلام يا سلام على السلام اللي ربنا عايز يكون بيدهولنا النهاردة. وسلام الله الذي يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. ما نتشتتش، ما نزمرش، ما نخافش، خلي عندنا سلام دايما
إن الله هو اللي يقدر يكون بيحافظ علينا، على أفكارنا، قلوبنا، على أجسادنا. سلام الله الذي يفوق كل عقل، ملهوش حدود. سلام الله بيفوق كل الخيال، بيفوق، بيقول كل عقل، بيفوق كل عقل، يعني ملهوش حدود، يفوق. هو ده السلام اللي احنا محتاجينه النهاردة. هل تاخد السلام ده النهاردة من قلب الرب؟ نعيش بالسلام طول حياتنا. احنا كمان هناخد السلام دوت، وكمان هنبهت بيه على الآخرين. لما الناس تكون شايفة السلام ده جوانا هياخدوه اوتوماتيك، في اوتوماتيك، في تبادل اوتوماتيك، في بيقول لك ايه، بيقول لك احنا بنبهت على بعض او بنعدي بعض. بس بنعدي بعض حاجة كويسة، بنعدي بعض السلام الحقيقي بتاع ربنا، بنعدي بعض الحاجات الكويسة المفروض يكون المؤمن عايش فيها وبيها. ما تخافش، ما تخافش من بكرة، خلي بكرة لصاحب بكرة، هو اللي هيكون عينه عليك. الحقيقة جات لنا رسالة من فريدة، فريدة كده بعتلنا رسالة، بعتتلي رسالة بتقول كده حالتي صعبة جدا ونفسي أكون بشاركها معاكم، ولو بتحب تكوني بتعرضيها في البرنامج معاكي أعرضيها. ظروفي صعبة ومتبهدلة، النص كده ظروفي صعبة ومتبهدلة مش عارفة أعمل إيه. بتقول كده جوزها عامل، نزل شغله عامل، بيشيل ويحط مونة وأسمنت في الكونستراكشن، يعني في المقاولات عامل. فبتقول كده نزل الشغل، الكلام ده تقريبا من أسبوع، وبتقول رجع يقول كل دية من فوق لتحت مش حاسس بيه، وحاسس ان في كسر ايديه الشمال، لانه اعتقد لما بيشيلوا ويحطوا على كتافهم فده طبيعي اكيد. فبتقول عامل زي ما يكون مشلول، تحكي كده بتقول ايديه عامله زي ما تكون مشلوله، مش قادر يحركها، حتى معناش حتى المصاريف عشان نكون بنروح نعالجه، ولا فلوس عشان نقدر نكون بنجيب له حتى أدوية ونعرف هل في كسر ولا مفيش. مش عارفين حتى نروح نكشف ونشوف بالسينار أو بالأشعة اللي هنقدر نعملها هل في كسر ولا. طول احنا ما عندناش اولاد، بس احنا محتاجين ان ربنا يكون بيدينا في الوقت الجاي، لان احنا برضو بنعاني من مشاكل عدم الحمل. مفيش حمل بيحصل والدنيا كلها مقفولة، زادت وغطت كمان، جوزي اللي قاعد في البيت مش قادر ينزل ومش عارفين عنده ايه، ربطاله رباطة، بس مش عندناش إمكانية عشان نكون بنروح نكشف له. ودي كانت حالة فريدة اللي بعتتها بدون إحراج ولا كسوف. هنقدر النهاردة في برنامج رب ارحمني نقف جنب فريدة، حتى الرزق اللي بيجي من خلال شغله هو قاعد في البيت مش قادر يكون بينزل بسبب مش عارفين هل في كسر في ايديه، هل في شرخ، ممكن يكون شرخ او كسر مش عارفين ايه بالظبط.
بتقول ابتدت تورم شويه، فانا متاكده ان هو ممكن يكون في شرخ او كسر، محتاجين نكون بنروح لهم، محتاجين نكون بنقدم لهم البركه. اللي حابب يكون بيتواصل مع فريده وجوزها التعبان المتالم دلوقتي بسبب كسر في ايديه، من فضلكم اتصلوا بينا وتواصلوا معانا علشان نكون بنوصلكم ببعضيكم. هنحاول في الوقت اللي جاي لإما نكون بنزورها لإما نبعت لهم حوالة من خلال برنامج يا رب ارحم، من برنامج يا رب ارحم، عشان يكون بركة ليهم ونقدر نكون بنساعدهم بحاجة يمكن يكون احنا مش عارفين بالظبط عنده ايه، لكن احنا عايزين نكون بنساعدهم عشان يقدروا يكونوا بيخطوا الخطوة اللي جاية ويكونوا بيروحوا للدكتور. احنا عارفين ان يسوع هو الشافي والطبيب هو الشافي، احنا هنصلي ان الرب يكون بيكرم فريدة وجوزها في الوقت اللي جاي، ان جوزها يقوم بالسلامة ويخف، وكمان يكرمهم باطفال في الوقت اللي جاي. ناس كتير قوي بتعاني من عدم وجود اطفال في حياتها وبتعاني وحاسين ان هما الحياة فارغة، يعني الحياة فاضية بدون أطفال، وحاسين بالعجز مش عارفين يعملوا إيه. ناس كثيرة حاسة إن أحلامهم بتضيع منهم وثقتهم في ربنا بتتزعزع مش ثابتة، ثقتهم كل شوية بتقل. لكن أنا عايزة أقول لكم النهاردة بالذات الأمر ده ثقتكم في الرب يكون دائما ما يكونش متزعزع، لأن لو تزعزع خلاص كده انتوا فقدتوا كل شيء، فقدتوا السلام اللي احنا اتكلمنا عليه من شوية، بقى جواكم خوف ورعب طول الوقت، خايفين ايه اللي هيحصل بكره، خايفين ان مفيش حملة هيحصل تاني، ودي مشكلة كبيرة جدا. لو انتوا عندكم ايمان حقيقي هتقولوا باسم يسوع احنا كمان هنكون بنسمي البيبي اللي جاي. شوف الايمان بيوصل لغاية فين، احنا هنسمي البيبي اللي جاي بالايمان، هيبقى اسمه كذا او اسمها كذا، وبحسب شهوة قلبك الرب هيديلك والرب هيديلك. ثقتنا في الله لم تتزعزع وما نرجعش لورا، لكن نمتد دايما لقدام والثقة تتزايد مش تتناقص او تزول، تتزايد مع وقت، مع الوقت اللي جاي تتزايد وبتكبر اكتر واكتر. فانا عايزة اقولك يا فريدة، انا عارفة ان انت متابعينا دلوقتي وانت اللي طلبت اللي انت نحكي قصتك وحالتك على الهوى، ما تخافيش وطمني، الرب يقدر يكون بيعوضكم اضعاف البركات على حياتكم، وتقدروا كمان تجيبوا البيبي في الوقت اللي جاي، بيبي جميل وهلسي. بس انا اعرف ناس كده صدقوني لما بقول لكم بيسموه قبل ما يجيبوه، حتى بيسموه، احنا واثقين ان في الوقت اللي جاي في بيبي هيجي، احنا واثقين في الوقت اللي جاي ان في شغل هيجي لنا فجأة كده هوت، واحنا قاعدين نكون مقدمين على شغل مثلا، وبالذات دلوقتي الاشغال في مصر الدنيا واقفة، وحتى هنا صدقوني الدنيا واقفة، ما فيش أشغال دلوقتي، حاجة شوية ما بيشغل، بس ممكن فجأة كده وانت قاعد تسمع التليفون بيرن، ترفع سماعة التليفون، مين؟ احنا شركة اي شركة انت قدمت فيها، احنا الشركة الفلانية، انت قدمت معانا من 3 سنين فاتوا، انت قدمت معانا من 2 سنين فاتوا، واحنا رجعنا الانترفيو الانترفيو بتاعك والابليكيشن بتاعك والسي في بتاعك، رجعنا كل حاجه، واهلا وسهلا بيكي معانا.
واهلا وسهلا بيك معايا. ربي يقدر يعمل كده، ربي يقدر يعمل كده، يشق في البحر طريق، يشق. عارفين يعني ايه؟ ما فيش غيره اللي يقدر يعمل كده على فكرة. هو اللي يقدر يكون بيفتح، يخلي البحر يبقى طريق، البحر يبقى طريق. تقدر تصدق كده معايا النهاردة؟ تقدر تصدقي كده يا فريدة النهاردة معانا ان الرب هيكون معاكي واقف جنبك يا فريدة، انت وجوزك، وحياتك كلها هتبقى ملكه هو في الوقت الجاي؟ ما تخافيش، وثقي في الرب. والكلام ده على فكرة مش لفريدة بس، انا عارفة ان ممكن يكون في ناس كتير قاعدين قدام الشاشة وبيسمعوا وعندهم احلام كبيرة في حياتهم، ويمكن حاولوا يحققوها بس للأسف ممكن تكون بتفشل وبتترجع، بترجع لورا باك، مش قادر تكون. لكن أكيد في وقته يسرع بيها، في وقته يسرع بيها. طول ما أنت عينيك على ربنا وأمين في القليل اللي معاك وقلبك حلو، قلبك حلو وانتمائك حلو، سواء المحاوطين حواليك، كلامك، تصرفاتك، كل ده الرب بيشوفه، هيقدر يكون بيصنع معاك معجزة. ولما تزرع في حياة فريدة مع جوزها في بيتهم، تزرع في حياتها، تأكد تماما ان الرب هيكون بيزرع في حياتك. وانت بتزرع كده دايما تتوقع ان في بركات ومعجزات كثيرة هتحصل في حياتك. توقعات، انا متوقع ان في خير جاي، انا متوقع ان في ابواب كثيرة هتنفتح قدامي في الوقت الجاي. لن افشل ولم اتراجع ولم ايأس، لان في بركات وفي بحر هيبقى طريق، وأبواب كثيرة اتسكرت في وشي في الوقت اللي فات هتنفتح في الوقت اللي جاي، طول ما احنا عايشين بوجود الرب في حياتنا. ما تنساش أبدا ان الرب معاك، لم يتركك، ما تخافش بكرة، خليك دايما واثق ان ايديه قديرة وتقدر تصنع المحال. اي مستحيل موجود قدامك ودايما بتقول ده مستحيل، استحالة، استحالة هيحصل كذا، استحالة، لا، الغير مستطاع عند الناس مستطاع عند ربنا. الرب بيقول كده، اي حاجة، اي حاجة الانسان ما يعرفش يعملها او ما يقدرش يعمل او مستحيل انه يعملها، ما فيش حاجة اسمها استحالة عند ربنا. ده رب بيخلق دلوقتي حاجات احنا نفسنا بيبقى عندنا ذهول، بنذهل كده لما بنشوفها، ايه ده، ايه اللي بيحصل؟ يا رب، رب يقدر يعمل منك حاجه كبيره قوي ومنك حاجه كبيره قوي. ما نخافش، ما نخافش من المرض، لان هو الطبيب الشافي، هو اللي يقدر يكون بيحمينا، يحمينا، هو اللي يقدر يكون بيشفيك لو انت اصبت باي مرض، هو اللي يقدر يكون بيشفيك، عينيه عليك، دي محاوطات. ما تخافش من بكره، ما تخافش من اي حاجه، لان الرب معاك. واذا كان الرب معانا فمن علينا؟ اوعى حد يضحك عليك ويقول لك ان ربنا مش موجود، ربنا ما بيسمعش، لا، ربنا موجود وبيسمع وليه كل القوة والقدرة. احنا عايشين دايما ألسنتنا دايما تتكلم عليه، وعايشين بحياته،
اتمنى اتمنى اتمنى. انا مش عايزه اطول عليكم اكتر من كده، لكن اتمنى حقيقي ان تكون حاله فريده نكون كلنا بنصلي لها. اللي حابب يكون بيشارك معانا نروح او نكون بنبعت لها احوالها في الوقت اللي جاي، هنشوف ايه ظروف البلد عشان نقدر نكون بنتواصل معاها. في حالات جينا في الحقيقه ونفسنا نكون بنروح نزورها، بس هنشوف في الوقت اللي جاي ايه الدنيا. مش عايزاكم تنسوا شنطه العيد، ويمكن عايزه اتكلم عليها النهارده. النهارده وكل اسبوع لغايه لما العيد يجي، عايزين نوزعها قبل العيد، ولا سيما في الوقت الصعب اللي الناس كتير قوي بتمر بيه، واصحابنا وحبايبنا واهالينا اللي فعلا محتاجين قوي شنطه العيد في الوقت اللي جاي. انا مش عايزاكم تنسوا شنطه العيد. في كل عيد بنروح وبنفرح احبائنا واخوه الرب اللي فعلا محتاجين شنطه العيد قوي قوي قوي، بالذات في الوقت ده بينتظروها، بيتصلوا بينا على فكره وبيبقوا عايزين كده يسمعوا اخبار حلوه وخلاص شنطه العيد هتتوزع عليكم العيد دوت، بيبقوا مستنيينها حبايبي. فعشان كده نفسنا قوي نكون فاكرينها في حياتنا. الشهر ده مش عايزين يعدي علينا غير لما نكون بنزرع في حياه اخوه الرب في شنطه العيد، ونفسنا كمان نكون بنقدم كمان يعني في حمله البطاطين لو تفتكروها كل شتويه كده بنتكلم عليها. نفسنا في شنطه العيد نكون بنقدم، يعني عايزين نعمل كده حقيقي، نقدم مع شنطه العيد حتى لو بطانيه لكل اسره. امين الرب يكون بيبعت اكتر ونقدم اكتر، يعني 5 اشخاص مش اقل من بطانيتين، 3 اشخاص ممكن يكون بطانيه بس. احنا محتاجين حقيقي افكركم قوي قوي بالموضوع ده. شنطه العيد زي ما احنا متعودين كل عيد بنقدمها لهم، واتمنى ما يكونش بس في العيد لكن على طول باستمرار تكون موجوده معايا. لكن هي اخوه الرب دايما واحبائنا اللي بيستنوا شنطه العيد، اسمها شنطه العيد اللي احنا بنقدمها لهم كل عيد وبيفرحوا بيها. يلا معانا، ما تنساش شنطة العيد دايما، فكركم وحياتكم دايما معانا في برنامج يا رب ارحم، والحاجات الحلوة اللي احنا بنقدمها لإخوة الرب سواء في الأيام العادية، سواء في المناسبات، سواء في الأعياد، سواء في أي وقت. بقول كل يوم بيمر علينا من غير ما نكون عملنا خير في حياة الآخرين بكل المقاييس، خير تقدم، خير مكالمة تليفون ترفع تصل بحبائك، مساعدة مالية، مساعدة اجتماعية، مساعدة معنوية، في كل النواحي. لو ما كنتش كل يوم تعمل كده، اليوم دوت لا يحسب من حياتك فاضية. ولو ما عملتش كده حياتك مش هتبقى مليانة، مش هتبقى فيها فرح. السعادة الحقيقية هي في سعادة الآخرين مش في سعادة الإنسان. سعادة الآخرين مش في سعادة نفسي. تتبسط قوي لما تكون بتقدم حاجة وحواليك دول بيفرحوا بيها قوي، صح؟ يمكن مكالمة التليفون بتفرح ناس كتير قوي. يعني أنا اختبرتها في حياتي لما أكون مستنية مثلاً مكالمة أو فجأة كده لقي حد بيكلمني، لما بكلم حد بلاقي الانبساط والسعادة مش ممكن. يعني دي حقيقة يا جماعة، احنا عايشين في حقيقة. لو انت عملت كده طب جرب واعمل كده شوف ايه ده انا بسمع حاجة، ده التليفون بيزغرط، ايه ده ايه الحلاوة، ايه الجمال ده، ايه دي حقيقة. عشان كده
لو في كلمة واحدة هنقول هي ايه هي السعادة الحقيقية؟ السعادة في العطاء والحب. ايه هي سعادة الإنسان؟ في العطاء والحب للآخرين. مفيش أحلى ولا أجمل من كده. عايزاكم تتذكروا معانا شنطة العيد مع إخوة الرب، وهفضل أتكلم عليها طول الشهر، علشان دايما شهر 4 وشهر 12، شهر 4 العيد الكبير، شهر 12 الكريسماس والأعياد، شهر 1 العيد الميلاد. نفسنا قوي ان احنا نكون دايما في الاعياد، سواء في عيد الميلاد او عيد القيامه، نكون متواجدين مع اخواتنا اخوه الرب في شنطه العيد. مش عايزاكم تنسوا قوي، ارجوكم ارجوكم، عايزين نكون بنوصل شنطه العيد لاكبر عدد ممكن. الناس اللي بينتظروا مننا شنطه العيد كل عيد، انا عارفه ان انتوا قلوبكم حلوه، قلوبكم جميله، بتحب تكون بتكرم تكرم الناس، تكرم اخواتكم. اتمنى من كل قلبي ان يجينا اخبار حلوه في الوقت اللي جاي. عندكم اي اسئله او استفسارات ممكن تكونوا بتبعتوا لنا على الفايبر او الواتساب او على الماسنجر من خلال قناه طريق الفضائيه القبطيه، واللي حابب يكون برضو بيشير معانا هذه الحلقه علشان يكونوا بيساهموا معانا، اتمنى تكونوا بتشيروها علشان الكلام ده يكون بيوصل لعدد كبير من الناس ويقدروا يكونوا بيساهموا معانا. لو عندك بقى امكانيه، لو انت من مصر، لو انت من مصر وعندك الامكانيه اللي انت تكون بتنزل بنفسك او بتنزلي بنفسك وتجيبوا شنطه العيد وتوزعوها معانا ليله العيد، يبقى احلى خبر انا بسمعه النهارده منكم. انزلوا واعملوا كده، تعبكم هيحفظ في ملكوت الله، تعبكم وحبتكم هتكون في قلب ربنا. فما تنسوش ابدا 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 اخواتكم اللي فعلا بيستنوا شنطه العيد، انزل وهات. وانت بتنزل بتجيب اكيد بيبقى فيها سعاده كده وحاجه كده خاصه كده، يعني انت بنفسك بتنزل تعملها، فاهميني؟ مع برنامج يا رب ارحم هنكون كلنا متكاتفين علشان نكون بنوزع اكبر عدد ممكن من شنطة العيد. اتمنى 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 ان ما تكونش حلقة النهاردة عدت علينا كده وبس، او دخلت من هنا وخرجت من ناحية تانية، لكن تكون مثمرة وأتت بثمار كثير، 30 و60 و100 في حياتكم. فأول حاجة اللي احنا منخافش، متمسكين بوعد ربنا وبكلمة ربنا، نحافظ على نفسنا، نحافظ على قوانين بلدنا علشان نكون في سلام وأمان. وكمان ما ننساش حالة فريدة وجوزها الموجوع المتألم، ونفسهم يكونوا يروحوا بيكشفوا، محتاجين نكون بنقف جنبيهم. ثالثا شنطة العيد، محبتنا لإخوة الرب، وكمان البطاطين اللي نفسنا نكون بنوزعها كمان. أتمنى 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 إن حلقة النهاردة تكون دخلت قلوبكم وتكون فعلا أثمرت، ونكون فاكرين دايما برنامج يا رب ارحم مش حلقة بتبتدي وبتنتهي وبتعدي، لكن تكون حقيقي جوه قلوبنا، وبرنامج يا رب ارحم يكون عايش دايما في قلوبنا وماشيين بيه دايما في حياتنا ومفكرين على طول. استمتعت جدا بوجودي معاكم النهارده، وكل ثلاث
ببرنامجنا يا رب ارحم. اتمنى يا رب تكون حلقات اللي جايه تكون اعظم واعظم، قدم حاجات كتيره قوي لاخوه الرب، محبتنا، كل الظروف بقى والغمه دي كلها تعدي ونرجع لحياتنا الطبيعيه مره تاني، وننزل ونزور ناس اكتر ونخلق حياه سلام مع رب المجد، لان هو فيه هو كل السلام. خلي بالكم من نفسكم. يا رب ما اسمعش اي وجع ولا اي حاجه وحشه لاي حد. بحبكم قوي، كل فريق الخدمه هنا كمان بيحبكم. اتمنى ان الحلقه النهارده تكون دخلت لقلوبكم ونالت اعجابكم، ودايما يا رب بتألق ونجاح، ودايما نكون معا الارتفاع انا وانتم، ودايما كلنا مع بعض نحب بعض ونسند بعض وقوة لبعض وسند لبعض وظهرنا بظهر بعض وايدينا تكون في ايدين بعض. وزي ما بيقول كده المثل الجميل اللي بنسمعه على طول، القفة ام ودنين مش يشيلوها بقى اتنين، يشيلوها مئات الالاف. يا رب تكون دايما مع بعض وتصبحوا على ألف 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 مليون خير، ورب الخير ما بيجيبش غير الخير. سلام.
غلابة وظروف ماشية ضدنا غلابة قلابة الدنيا غربة معتنا قلابة غلابة وظروفنا ماشية ضدنا غلابة قلابة الدنيا غربة معتنا قلابة ارحمنا يا رب يا رب ارحم يسوع الرب يا رب ارحم وعدوني اخواتي وما تخلوا ساعدوني ومجدي يسوع علوا سندوني وبقدم بتشجع كانوا طلباتي استجابة في كتير طرق وصل.